حدا من شعبنا بينتقد، بل انتوا بتقولوا لنا شعبنا من قبل الحكومة اللبنانية وفخامة الرئيس ورئيس الوزارة ورئيس مجلس النواب. نحن معكم ولا بدنا معكم ولا شريط ولا شيء ببيعت بيننا وبينكم. توكلوا بالله وقضية ساعات ان شاء الله، وان شاء الله بأقرب وقت بنكون مثل ما قلنا، بنجي بنزور بعضنا ونبوس بعضنا بدون هالشريط بدون هالشيء. ما تخافي من شيء، ما تخافي الا من ربنا، ولا يهمكم، نحن قلبنا معكم وقريبا ان شاء الله بنشوفكم. لا بينكم وبين اليهود ليس لنا جنتا وجود الحرب وكل الأسلاك والسواتر وحقول الأذان لن تضعف المقاومة ولن تؤدي إلى توفير حماية للقوافل والدوريات والدبابات والمواقع والقلاع.